صور رائعة نشاهدها من البرازيل في مواجهة صربيا. من الرائع دوما التواجد ومتابعة أحداث مباريات كأس العالم. كل مباراة في هذا المونديال لها طعم خاص. أتطلع إلى متابعة مباراة كبيرة وأتمنى بأن تكون على قدر اسم هذه البطولة وقيمتها. بمر فيها بعديه تدخل دوسان تاديتش. زيفكوفيتش سيركي سافيتش دوسان تاديتش كرة أخيرة للتقدم الآن. الهدف الأول في المباراة، هدف الدقائق الأولى يشعل الأجواء، يفتح المباراة على كل الاحتمالات. هدف الآن راح يزيد الحذر، راح يزيد الحماس. الله على البداية. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. الحكم يحتسب الخطأ. ويقطع الطريق. توغل هجومي من جانب السيليساو. الهجوم يتوقف والكرة مع الفريق الخصم. كوستيتش فيليب كوستيتش ابعاد سيء للخطة. منزلة خطيرة. التسديد على الطاير لكن الكرة بتروح لخارج الملعب في النهاية. دانيلو فريد دانيلو رافينيا ملعوبة إلى نيمار. نيمار بيعدي فيها. الله على المتعة. فرصة لوضع الكرة في الشباك والكرة في المرمى. البرازيل عاد السيليساو نجحوا في تعديل الكفة هنا. نتابع الهدف من بداية من المرور من المدافع ثم شاهد الإنهاء المثالي للكرة. لا يهم الضغط، التعامل مع الموقف كان بشكل احترافي جدا. هدف التعادل إذن. النتيجة الآن 1-1. سيركي سافيج فرصة للتسجيل. يا رب هدف رائع في هذه اللحظات. الكرة تحرك الشباك. يستأنف اللعب حاليا والبرازيل تتأخر بفارق هدف. هل يكون هناك رد؟ والآن وصلنا لختام أحداث شوط المباراة الأول مشاهدينا. ضربة بداية الشوط الثاني من مباراة دور المجموعات لبطولة كأس العالم. دوسان تاديتش كوستيتش تدخل دفاعي قوي. افتكاك الكرة في المناطق الخلفية. روع المدافع يستخلص الكرة بتدخل ممتاز. ميتروفيتش. الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. رافينيا فينيسيوس جونيور. يا سلام على اللوب. كرة بتروح من جانب المنتخب البرازيلي. نيمار نيمار السامبا في حالة الهجوم الآن. جابرييل جيسوس شوف قطع الكرة الأخيرة. تدخل ذكي في اللعبة الماضية. فينيسيوس جونيور والآن مع فينيسيوس. تشتيت الكرة بعيدا عن المنطقة. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. دوسان تاديتش كرة بتتخلص. يسيطر عليها الآن. الله على السلايد في اللقطة الماضية.
سيركي سافيج. حكم ينظر إلى ساعته، خمس دقائق فقط تفصلنا عن صافرة النهاية، هدف واحد هو الفارق بين الفريقين. فلاهوفيتش، الحلول أمامه في الهجوم، خرجت من الملعب وركلة مرمى. تبديل في صفوف المنتخب البرازيلي. ثلاث دقائق إضافية يقرها حكم المباراة. فينيسيوس جونيور، تحكم ممتاز، شوف المرور في اللقطة. صافرة نهاية المباراة تعلن عن خسارة المنتخب البرازيلي. السامبا بالتأكيد تفشل اليوم في هذه المباراة وفي الرقص في أرضية الملعب.